اهلا يا حرب. ازيك يا ابو صلاح؟ شكلك لسه جاي من هناك على طول. جيت لك جري. تعال قول لي، قلت العنتر اللي اتفقنا عليه بالحرف الواحد وكان ايه رد فعله؟ اتخض وبلم ووشه اصفر وبقت حالته حاله، بس عرفت حته الدين معلومه ما قدرتش اروح غير لما اجي اقولها لك الاول. ايه معلومه ايه؟ عنتر ورشوان وعزام اتضح ان هم مجرد واجهه لناس تانية كبار وما يقدروش ياخدوا اي خطوه من غير ما يرجعوا له. عدلي؟ لا، عدلي ده اتضح ان هو مجرد مرسال جه بينهم وبين الناس الكبار دول. يبقى المساله زي ما انا قلت لك، لعالم كبير وله اسياد وملوك، والاسياد دول ما يحبوش يظهروا في الواجهه خصوصا في لعبه خطره زي دي. الحكايه كده ابتدت تقلق يا عم صلاح. وانت ايه يقلقك؟ في الاول كنا بنلعب قدام ناس عارفينهم مظهرين قدام عينينا. عنتر ورشوان وعزام دول خلاص انا عارفهم وفاهمهم وحافظهم واقدر امن نفسي منهم، لكن الركب بقى على الناس الكبار اللي ظهروا قدامنا فجاه دول، هتقي شرهم ازاي يا عم صلاح؟ دي ناس لا عارفينهم ولا نقدر نوصل لهم، وفي نفس الوقت مضطرين نلعب معاهم. انت اصلك ما شفتش عنتر كان بيتكلم عنهم وكان عامل ازاي؟ ده كان مرعوبه جدع، وقعد يقول للناس الكبار اللي ما بيرحموش، اللي مش عارف ايه اللي ابصر ايه وكلام كده يرعب. وبعدين بيني وبينك انا نفسي الكيكه تطلع في العالي، مش روح هي اللي تطلع في العالي وقابل وجه كريم. شوف يا حربي، طول ما البضاعه تحت ايديك انت في امان، والناس اللي انت خايف منهم دول هم اللي هيحموك، لانك بقيت غالي عندهم قوي يا حربي، بملايين بتمن البضاعه اللي تحت ايدك. ما ترخص في نفسك يا حربي. شكلك كده واثق ان هم هيوافقوا على طلباتنا. ما عندهمش حل تاني. بحب فيك ثقتك في نفسك. ايه ده؟ مين اللي بيتصل بيه؟ دوني. دوني. ايه؟ طب وانت فين دلوقتي؟ طب اقفل، انا جاي حالا. في ايه يا حرب؟ زين خطب دعاء من قدام بيت دنيا ومش عارفين خدها وراح فين؟ عملتي كده ليه يا دحاء؟ نصيب. نصيب! بتسيبي أهلك وحتتك وتبقي نفسك وتقولي لي نصيب؟ بتضحكي عليا وتقولي لي إنك شغالة في مستشفى وأنت شغالة في كباريه وتقولي لي نصيب؟ بتتعري وبتتهزي قدام الرجالة وبتقولي لي نصيب؟ نصيب! زين انت اكتر واحد يا زين حاسس بيا. انا اتقدمت وانا عيله صغيره، فتحت عليا على مرات اب شغلتني عندها اقل من الخدامه، ويوم ما عودي شد رمتني في الشوارع لكلاب السكك عشان بس اجيب لها فلوس. اتلطمت من شغلانه لشغلانه لحد ما رسي بيا لحد في الكافيتيريا اللي انت عارف كويس قوي ايه اللي جرالي فيها. الكافيتيريا القبضايا اللي كانت مرات ابويا حتباني ليه بتراب الفلوس. كنت عايز نعمل ايه يا زين؟ أرضى وأناخي لكل ده. كان لازم أمشي، كان لازم أهرب من الجو الزبالة اللي كانوا هيعيشوني فيه ده. مكانش قدامي حل تاني غير دنيا. أيوه دنيا هي كانت الحل الوحيد لكل اللي أنا فيه. تقومي تشتغلي في كباريه؟ كباريه يا دعاء؟ ده أنا طول عمري بقول البنت دي بمية راجل. شافت قد ما شافت وقاست زي ما قاست، بس عمرها ما باعت ولا فرطت. برضه يا زين امال اللي انا شفته في الكباريه ده كان ايه؟ احلام؟ تهيؤات؟ مقلد عليا زي ما انت عايز، بس في حاجه واحده بس لازم تبقى عارفها كويس قوي. الكباريه زيه زي اي حته تانية. في الكافيتيريا كان في ناس عايزين ينهشوا في لحمي، وفي الكباريه برضه كان في ناس عايزين ينهشوا في لحمي. كل واحد يا زين. والفقر وحش، الفقر بيذل، وانا ذلت كتير قوي يا زين قوي. ليه كدبت عليا وقلت لي انك شغاله في مستشفى؟ انت بالذات ما كنتش هقدر اقول لك. انت مش عارف انت عندي ايه يا زين. انت عمرك ما هتقدر تحس الاحساس اللي انا حسيته النهارده لما لقيتك بتبص لي في الكباريه وانا برقص. حسيت كاني سكينه واتغرزت في قلبي. كان اهون عليا ان انا اموت وما اشوفش القصه دي في عينيك. Thank you.
صدقي وتأمني من الله. الدنيا دي أنا شفت فيها كتير قوي قوي وبعدلت فيها كتير، بس كنت دايما صلب طولي، عمري ما كسرت. النهارده بس حسيت ان انا كسرت. ما هيش ولا كده اللي يكسرك يا زين، حتى لو كنت انا اعمل عليا ان انا اموت قبل ما اشوف يوم زي ده. صار عليك بالموت. في حاجه كنت عايز اقولها لك من زمان قوي. عارفاها يا زين، عارفاها بس مش عايز اسمعها دلوقتي. سمعها لي يوم ما تبقى انت وانا قدها، لحد ما يجي اليوم ده يا دعاء. انت زي ما انت، انا هفضل زي ما انا. وكباريه؟ ما انا قلت لك يا زين ان الكباريه ما يفرقش اي حاجه عن اي حته تانيه، بس صدقني انا دلوقتي مطمنه اكتر. مطمنه عشان حاسه ان انا لو جرى لي حاجه هيبقى ورايا راجل شحم وجدع هيعرف يقبل حقي كويس قوي. الجدع ده هيبقى اسمه زين، زين العشقر. أنا بس كل همي إن أنا أطمن عليك يا دعاء. هتطمن؟ هتطمن عليا أكتر يوم ما تيجي تاخدني تخلصني من كل الهم اللي أنا شايفاه ده. هيحصل. وحياتك أنت اللي هيحصل. وقريب أوي كمان. يا سلام، يعني ايه ما بيردش؟ قلت لك كلمته اكتر من 20 مره تليفونه مقفول. يا اخو في حرب اللي يكون عمل فيها حاجه. لا ما تخافيش، هو زين صحيح دماغه ضربه وبيهيك زي الطور، لكن طيب وقلبه ابيض، مش هيعمل فيها حاجه. لا مش هتهون عليه. يا بختها لقيت اللي ما تهونش عليه. الدور والباقي عليا انا، بقيت بهون عليك قوي يا حربي. ايه الكلام الفارغ اللي بتقولي ده يا بت؟ يا اخويا بقول لك شخط فيا وزقني وقعني على الارض وانت مش فارقه معايا. يا خرابي عليكوا يا نسوان، يا خرابي. عايزين جنازه وتشبعوا فيها لط. شفت ازاي بقى؟ مش فارقة معاك ازاي يا بيبي؟ عيب يا دندل اللي تقوليه ده؟ انت ما تعرفيش غلاوتك عندي ولا ايه؟ طب تصدقي تؤمني بالله؟ لو حد تاني غير زين كنت قسمته نصين، لكن زين يعني زين مننا وعلينا، بس ليك عليا هيبقى في بيني وبينه كلمتين كده بس على انفراد. اه منك انت، ما باخدش منك لا حق ولا باطل، وعارفة انك بتضحك عليا وبتسجدني، بس مش عارفة ليه بصدقك. طب بقول لك يا دندل. قول. مش البيت هنا برضه في ميه سخنه؟ ايه عايز تستحمى؟ عايز كوبايه شاي قبل ما اقع منك. ولا ما باخدش منك حاجه ابدا، اوامر وطلبات وبس. عليا النعمه يا حبيبي يا دندو. تسنيله. بقول لك ايه؟ بالمناسبه يعني في ايه بينك وبين عزام وعنتر؟ بتسالي ليه؟ اصل سمعت الليله عزام بيقول لعنتر انه مستني بس الظروف تخلص وساعتها هيشوف شغله معاك. هو قال كده؟ وقال كمان انه مش هيعديها لكم. هو كان بيتكلم عن ايه يا حارب؟ تاخديش في بالك، ده كلام في الهوا. لا مش عزام اللي اتقال عليه كده، ده سماوي عامل زي الجمل، يشيل يشيل وضربته والقبر. ده شكلهم هم. اللي انت عملته ده زفت. مش وقت الكلام ده دلوقتي يا حبي. طب يا جماعه كويس ان احنا اطمنا عليكم، بالاذن احنا بقى. طب والشاي؟ شوفوا بعدين يا دنيا. ماشي يا حربي، بس بسأل عليا. حاضر. سلامة دعاء، الحمد لله على سلامتك. يلا. يلا. بقول لك ايه يا بنت دعاء؟ عمل فيك ايه الواد ده؟ الله؟ ما ترد يا بنت. مش هتبطل الجنين بتاعك ده زين؟ ما هو انت لو كنت اثرت دنيا عنده عامل اول ما كانش كل ده حصل. مش انت اللي جبتها ورجعتها لدنيا بنفسك؟ عايزني اعمل لك ايه؟ ارميها في الشارع؟ ولا اوديها العيشة ولا اسربها زي القطط؟ انت
طب اركب اركب فلتك الكحله دي اركب. الكلام اللي انت بتقوله ده يا عنتر؟ الواد ده اكيد اتجنن. انا قلت لكم من الاول الواد اللي اسمه حربي ده واد مش سهل وباصص لفوق قوي. خلونا في اللي احنا فيه، هنعمل ايه دلوقتي؟ عادي جدا، الواد اللي اسمه حربي ده انا هجيبه وهعلقه من رجليه وصاحب اللي اسمه زين، وهقطع من جتاتهم حتت لغايه ما يقروا ويعترفوا ويقولوا البضاعه راحت فين. وما قالوش في الحاله دي بقى يبقى هم اللي جابوا لنا نفسيهم، اخلص منهم وبكده ابقى خلصت عليهم. يا سلام، وال 25 مليون جنيه اللي ضاع علينا هتجيبهم منين بعد ما تخلص عليهم؟ اهو اهو ده بقى عنتر اللي انا كنت خايف منه، ان الواد ده ياكل عقلك وياخدك في صفه. ياكل عقل مين؟ ياكل عقل مين؟ انا عنتر الشندويلي، محدش ياكل عقلي. وبعدين مين السبب في اللي احنا فيه ده كله؟ مش رشوان بيه عايز ياكل كم الف جنيه على الوليه اللي اسمها انشراح ديت؟ انهم احنا نغرم ايه؟ 25 مليون جنيه. اشرب اشرب يا اخوي. عاجبك الكلام ده؟ ما تقول حاجه يا اخي. جراي رشوان، جراي عنتر، هو احنا جايين نتخانق ولا جايين نشوف حل المصيبه اللي احنا فيها دي؟ انا قلت اللي عندي عشان ما تقولوش ايه ان انا بلعب من وراكم. يا عزام هنخلص من المصيبه دي ازاي؟ يا عنتر، هو مش الباشا الكبير رمى الموضوع في حجرك انت وقال لك اتصرف؟ ما تتصرف يا عنتر، شوف هنعمل ايه علشان نخرج من الورطه اللي احنا فيها دي. والله انا بقول يعني نتصل بعلي بيه ونقول له ونشوف يعني رايه ايه. ايه سكتتم يعني؟ خلاص يا عنتر خلاص، اتصل انت بعقلي وبلغه بطلبات حربي وشوف هيقول لك ايه. يا عنتر، تعرف الساعة كام دلوقتي يا أخي؟ معقولة يا عدلي حتى آخر الليل تليفونات؟ ثانية واحدة، ده شغل يا هانم شغل. نامي 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 أنتِ. أيوه أيوه عنتر. حربي ماله حربي؟ له طلبات صعبة قوي. طالب ايه؟ ايه؟ انت بتقول ايه يا عنتر؟ انا بقول لسيادتك اللي حرب قالهولي. ده كده يبقى المسألة تعقدت قوي. ما عشان كده انا طلبت سعادتك، اخد رأيك يعني. اسمع يا عنتر، هو رشوان وعزام جنبك؟ ايوه جنبي هنا. اقول له حاضر حاضر مع السلامه. ها قال لك ايه؟ طالب يقابلنا بكره الظهر في مكتبه. واشمعنى يعني الظهر؟ اه طبعا اكيد هيتصل بالباشا الكبير الصبح ويقول له حرب عمل ايه وبعدين ياخد منه التعليمات. طب رايك بقى ان الباشا الكبير مش هوافق على الكلام ده ورايه هيكون من رايي، ومش بعيد كمان انه يطلب مننا ان احنا نخلص من العيال دي وبدون اي رحمه.